شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في إحدى فعاليات حملة تنظيف النيل لمبادرة فيري نايل بهدف إزالة المخلفات من مجرى النيل في منطقة المانيال، احتفالاً باليوم العالمي للمرأة وبمشاركة الاتحاد المصري للشراع ونادي روتاري مصر وطلاب الجامعات. أنا فخورة بكل حد موجود معانا النهاردة وبدعو وفخورة بكل واحد سواء شاب أو شابة، أيا كان المكان اللي بيطلق منه الحملة بتاعته أو المبادرة بتاعته، كفاية أنك قمت وفكرت وقررت أنك تشارك وعملت وما كنتش سلبي. المبادرة لها محاور مختلفة، بس في النهاية إن إحنا بنحافظ على البيئة ونحافظ على مية النيل، بنعمل وعي للطلاب المدارس، بنتعاون مع الصيادين إن هم يجمعوا أكبر عدد من البلاستيك والمعدن والمخلفات اللي موجودة في النيل عشان نحافظ على الحياة اللي موجودة في النيل وحياة الطيور والطيور المهاجرة اللي بتوصل فعلا في النيل في فصل الشتاء وترجع تهاجر تاني على أوروبا، وبنتعاون مع المجتمع ككل وبنعمل ان هم بيموتوا. اتعملت على نطاق طريق في الاول بالاشتراك مع فيرينا، وتاني مره اتعملت على مستوى المنطقه واتعمل ايفنت توعيه. التجربه دي تالت، هنعمل موضوع ان شاء الله باذن الله كلنا هننزل ننظف على مراحل مع السيشنز وناس هتيها وبعدين يرجعوا. بس تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات قبل النزول إلى نهر النيل والبدء في تنظيفه من خلال بعض الأدوات التي تم جلبها لهذا الغرض. وسألنا بعض المتحمسين لهذه الفكرة عن سبب مشاركتهم. احنا في دكتورة عندنا في الجامعة عضوة في مجلس المرأة، فهي اللي كانت قالت لنا يعني على الإيفنت وقالت انه لو حد حابي فولنتير في الإيفنت ده، بس فقررنا ان احنا يعني هنفولنتير. يعني كان في شويه حماس انه يعني هنبقى بنشارك في حاجه او هنبقى بنعمل حاجه مفيده نستفاد بيها يعني او هنفيد حد غيرنا بيها. احنا محتاجين ان احنا نهتم شويه بالنظافه، بنظافه النيل بالذات، ميه بنشرب منها، بنهتم بالمنظر العام لان ده يعني حاجه بتمثل صورتنا، حاجه ليها علاقه بينا كلنا. احنا منتظرين ان احنا نشارك في فكره تنظيف النيل وان احنا ننظفه ونحاول نساعد باي قدر ممكن. اصلا المفروض الايفنتس تتعمل كتير اكتر عشان يعني محدش مهتم بيه خالص وعلى طول بيتنفي زباله وكده، فلازم يتنظف ان ده حاجه اساس في يومنا يعني نشرب بيه ونستخدمه، فلازم يتنظف على طول. وبدات مبادره فيري نايل بمجموعه من الشباب، وتضاعفت المشاركه من خلال القطاع الخاص والجامعات وفرق الكشافه، لتتحول المبادرات البسيطه الى مشروعات بيئيه كبيره. مجهود النهاردة مجهود مشترك ما بين وزارة البيئة والمجلس القومي للمرأة ومبادرة فيري نايل. مبادرة فيري نايل مبادرة بتشتغل على تنظيف مياه النيل من البلاستيك، البلاستيك اللي بيقعد مئات السنين علشان يتحلل وبيضر بالمية وبيضر بالكائنات البحرية. مجهود النهاردة مجهود كبير جدا ما بين مؤسسات الدولة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية وعدد كبير جدا من الشباب اللي نفسه يشارك في نهضة البلد. فريد إدوار،